حاجة انت خبر الحاجة الله يرحمه. شي كلمة الحاج، شي كلمة. الله يرحمه. الله يرحمه. يلا نرجع على 40 ديال الحاج ياك. اه ان شاء الله. كي جاك القبر مزيان؟ مزيان مزيان بزاف. زاد زوين. الحاجة ما كانت قاد لقيتها مع حد، وهي من الناس اللي زعما فيها الشر ولا فيها هادي. انا عاشر ترى اكثر من 20 الله يجعل الصدقه ان شاء الله مقبوله. ربي ما تغيرت معاها مسكينه، تمشي تعبها حقيقه. هي مع مرات حنا شي حد لي اللي مشراره معاه ولا هذه، ما زعما ما فيها حتى حاجه خايبه. انت تكذب عليك لا ما فيها حتى حاجه خايبه. الحمد لله الحاج الله يعمرها دار الحاج الله يرحمها ويتيسع عليها. حاجه بنت الناس وبنت الجواد عمرها دار. الله يجعل الصدقه مقبوله. الله يوليها بالرحمه والغفران. شريفيه وشاد على الهله، شاد على الشرف اخوالها وعمامها، شاد عندهم. الله يوليها بالرحمه والغفران. حميمتها حاجه عايشه، والحاج ان شاء الله الزهراوي تو الله يرحمه جدد عليه الرحمه. الله يرحمهم ويرحم والدينا. وراهم شاد عند هله وعند حبابها، راه مشات مسكينه الله يرحمها ويجدد عليها الرحمه. انا يكون من الحوريات، الله يلحقنا عليهم مسلمين شهيدين سعيدين عند سيدي ربي الكريم. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، اكرم نزولها ووسع مدخلها، اغسل بماء وثلج وبرد، ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ابدلها اللهم خيرا من أهل خير من أليها. اللهم يا ربي إن كانت محسنة فزيد في إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئتها. والحاج موسى الله يتم بقى على خير. الله يجمل حجك مبروك وسعيك مشكور وذنبك مغفور. الله يزيدك نور على نور. الله يتم بقى على خير. الله يجمل بقى في العمور. وادعي مع الوليدات ومع البنيات. الله الله فتح الوليدات ديال الحاج موسى وبنيته. الله يصلحها ويصلحها.